بتوقع انه حيتم الغاء قانون 2005، لانه قانون 2005 كما قال رئيس مجلس الاداره الدكتور صديق عبد الهادي، نحن في جريده الايام سنه 2005 نظمنا في الوقت ده ندوه شاركوا فيها ممثلين للمزارعين بمختلف تفاتيشهم، وكان العنوان بتاع مشروع قانون 2005 بين الرفض والقبول. خلاصه الورشه دي توصلت لانه قانون 2005 ده بلحق مشروع الجزيره ده، ام الطاهه زي ما بقول المثل.